الخطورة، وإن كان الوحدات يميل ببعض الشيء. لدينا رافت علي الاسقاط في منطقة الخطر، الرأس، هناك الاستقبال من عبد الله ذيب، المحاولة بالمرور ولكن ما زالت مع الوحدات. عبد الله ذيب وسقوط لاعب شباب الأردن على أرضية الملعب. رافت علي بالجول، الله، رافت علي، القارة تتكلم، القارة تتكلم، رافت علي القائد الميداني يزج بأولى الأهداف في شباك شباب الأردن. الوحدات يتقدم، وأبو لوم والمشاورة والحديث مع لاعبي شباب الأردن. جمهور الوحدات الفرح بهذا الهدف لرافت علي. إذن الوحدات يتقدم على شباب الأردن بهدف مقابل لا شيء. نشاهد سقوط لاعب شباب الأردن وأكمال اللعب ورافت علي، استغلال الموقف في النهاية يوز بها شباك شباب الأردن. إذن الوحدات هدف، شباب الأردن لا شيء. مباراة مثيرة لن تهدى، هذه الإعادة عبد الله ذيب والإسقاط في 18 والتقدم لرافت علي أول بأول في الشباك. إذن الوحدات هدف وشباب الأردن لا شيء. من جديد الإعادة من المخرج آل عزيز والتقدم وجها لوجه مع معتز ياسين. بطولة الدوري حقيقة من الصعب أن تحزر على أي لقاء، وبالتالي الدقائق القادمة تكون مجنونة. من جديد تلعب، تطول إلى خارج أرضية الملعب. قائمة هدافي بطولة دوري المحترفين لدينا بسبعة أهداف خليل بني عطية. من هنا تتضح لنا عزيز المشاهد، يعني من هذه الجهة، من هذه الجهة تتضح لنا لمسة يد واضحة. أبو لوم من الوحدات، وتراجع معظم أو كل لاعبي الوحدات الآن يتراجعون في منطقة الجزاء، المنطقة المطلوبة للاعبي شباب الأردن. وتراجع لاعبي الوحدات وتقدم لاعبي شباب الأردن. النواطير الحاج، النظرات صافرة محمد أبو لوم. الجماهير الخضراء أم جماهير شباب الأردن تفرح بطاقة صفراء الآن، الآن بطاقة صفراء على رافت علي. وهنا ماهر الجدع. إذن بطاقة صفراء الآن، ومع الصافرة تسديدة، تصدم حط الصد من جديد، الله الله الله، جمال، روعة، قمة، إثارة، يا مجملها يا محلاها، على الطاير على الطاير على الطاير. هدف لشباب الأردن، هدف لشباب الأردن، هدف للوحدات. المباراة اشتعلت، مباراة القمة بلا شك. الإثارة، أعطيني الإعادة، من خلالها نشاهد الإفادة. هنا نشاهد الضغط لشباب الأردن والتقدم وخطأ غير مقصود من عامر الشفيع في النهاية بعد التسديدة الأولى. كانت المتابعة والهدف الجميل هناك لشباب الأردن. هذه الإعادة والتسديدة من رائد النواطير، والإكمال هناك من باسل العلي بالقدم اليمنى يهز الشباك. هدف مقابل هدف، صراع الجبابرة لا ينتهي إلا مع صافرة أبو لوم. الحب القلب محكوم، العودة للقاء من جديد ولكن بنتيجة مغايرة. هذه الإعادة للهدف، هدف يعتبر من أجمل الأهداف. لدينا أحمد الحاج، هدف لشباب الأردن، تلعب من جديد، سيدنا لمصلحة شباب الأردن. 2005 هناك شباب الأردن الفيصلي، الوحدات الحسين إربد، هجمة للوحدات، بارود، خطر، الله، شلباية شلباية، ياتي بأجمل الأماني. قلت لك والله، قلت لك مباراة لا تهدى، خطأ دفاعي يكلف الكثير في اللحظات الأخيرة. شلباية، المرور والعبور والتقدم خطوة على خطوة، وفي الشباك الشبابية هدفين للوحدات
لشباب الأردن. عذرا عزيزي المشاهد، هدفين للوحدات، هدف لشباب الأردن. تكلمت عن الأهداف القاتلة، عن الأهداف التي تأتي من الدقيقة 85 حتى صافرة حكم اللقاء، والآن شلبايا يظهر في الوقت القاتل. 2 للوحدات، هدف لشباب الأردن بالإعادة. هناك البينية والتقدم، هناك شلبايا وبأسلوب ولا أجمل في شباك شباب الأردن. نشاهد الإعادة من جديد، البينية الجميلة والتملص من الخطوط الخلفية والتقدم إلى الأمام والهدف الثاني. إذن القارة تتكلم الآن بهدفين وهدف للأسد. من جديد استئناف اللعب، تقدم محمد جمال، محمد عمر. في النهاية المنتصر هو من يفرح تلك الجماهير. والدقائق التي تمضي من الوقت الإضافي ممتدة أمامية، تلعب من عامر شفيع على قوس المنتصف وسيم البزور. هناك الاستلام عن نواطير، تاهي إلى شادي ذيابات من جديد كابالينجو. الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، تلعب بالجهة اليمنى، هجمة لمصلحة شباب الأردن. المغايرة تلعب، ترحاض، الله، يندب الحظ في اللحظات الأخيرة. تبديل لدينا للوحدات، رجائي عايد 36 القادم للتشكيلة الخضراء. هذه